السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني تلاميذ السنة الأولى بكالوريا. اليوم إن شاء الله في دروس ديال لورغانيزاسيون أدمينستراتيف دو لونتربريز غنشوفو لي ستركتور دو لونتربريز اللي هو الدرس الثاني ديال لورغانيزاسيون. نشوفو دابا شنو هو لا ستركتور. دونك لا ستركتور دو لونتربريز décrit la façon dont les tâches sont réparties, la manière dont le pouvoir est exercé et les relations entre les différents éléments du système coordination. Yani, la structure de l'entreprise, quand on s'offre l'ina, le kayfiya, les m'touz abih al mehem d'akhil sharika, ou hta kayfiya tawzi' al sulta, ou hta l'alaqat l'ati tarbit baina jami' anasir had le système li huwa l'entreprise. بعبارة أخرى هي كيفية التنسيق داخل الشركة. نشوفوا دابا لي ديتيرمينون دو شوا دو لا ستركتور. شنو اللي كيحدد لو شوا دو ستركتور؟ يعني كيفاش الشركة كتحدد باللي غتخدم اون تال و بيان اون تال و تال ستركتور؟ شنو اللي كيحدد لا ستركتور؟ دونك لي فاكتور، يعني العوامل اللي كيحددوا لي لا ستركتور دي اونتربريز. عندنا لو سيكتور داكتيفيتي، يعني القطاع اللي كتنتمي ليه الشركه، واش القطاع الصناعي مثلا، ماشي بحال القطاع الفلاحي، ماشي بحال القطاع الخدمات، يعني كل قطاع عنده لا ستركتور الخاصه به. ثاني حاجه لو سيستيم تكنولوجيك، التكنولوجيا المعتمده داخل الشركه حتى هي كتحدد نوعيه لا ستركتور اللي غتخدم بها الشركه. ثالث حاجه عندنا لا تاي دو لونتربريز، يعني الحجم ديال الشركه حتى هو كيلعب دور كبير بالنسبه لاختيار لا ستركتور المناسبه. شركه صغيره مثلا ماشي بحال شركه كبيره، يعني كل ما زاد الحجم ديال الشركه كل ما كنشوفوا واحد لا ستركتور اللي تكون مناسبه لا طاي ديال لونتربريز. لا استراتيجي دو لونتربريز، استراتيجي اللي كتعمل بها الشركه حتى هي كتحدد بشكل كبير لا ستركتور ادوبتي بار لونتربريز. مثلا الشركه مثلا متخصصه مثلا في مجال واحد، مثلا عندها ستركتور خاصه بها. استراتيجيه مثلا ديال ديفيرونسياسيون، مثلا لونتربريز اللي عندها لا ديفيرونسياسيون مثلا في لي برودوي، مثلا كتصنع بلوزيو برودوي مختلفين، عندها لا ستركتور خاصه بها. يعني لا استراتيجي دو لونتربريز الى انفلونس بشكل كبير لا ستركتور ادوبتي. وعندنا اخر حاجه لونفيرونمون، يعني لونفيرونمون دون لوكيل ايفولي لونتربريز حتى هو كيحدد بشكل كبير لا ستركتور ادوبتي بار لونتربريز. نشوفوا دابا لي تيب دو ستركتور، شنو هما لي ستركتور ديال لونتربريز اللي معروفين. غنبداو بلا ستركتور ايارشيك. اذا لا ستركتور ايارشيك repose sur le principe d'unicité de commandement. Chaque salarié ne dépend que d'un seul supérieur hiérarchique. Alors, tu me dis, mais je suis un peu plus harami. Il y a un peu plus de terres où il y a des carrières ou des awamers. Il y a un salarié qui a des awamers d'un seul supérieur hiérarchique. يعني dans une structure hiérarchique un subordonné ne reçoit ses ordres que l'un que d'un même supérieur principe ديال l'unité de commandement. يعني كل subordonné ما كياخذ الاوامر ديالو الا من شيف supérieur واحد. L'information هنا circule toujours en suivant tous les niveaux de la ligne hiérarchique. يعني المعلومه ما كتوصل من عند لا ديريكسيون حتى للصالي حتى كتكون مرت من جميع الرتب اللي كاينين داخل الشركه. نشوفوا دابا لا ستركتور فونكسيونيل. هنا كنخدموا بلا بالبرينسيپ ديال لي فونكسيون. شاك سالاري ديبون دو بليزيور سوبيريور هيرارشيك، شاكان سبيسياليزي دون ان دومين. هنا كل سالاري ممكن يتلقى الاوامر ديالو من مجموعه من لي سوبيريور هيرارشيك، ماشي بحال ستركتور هيرارشيك عندنا كيتلقى الامر غير من سوبيريور واحد. هنا ممكن يتلقى من بزاف لي سوبيريور هيرارشيك، ولكن كل سوبيريو هنايا كيتدخل في حدود المعرفه او الاختصاص ديالو. دونك il y a donc multiplicité de commandement et une spécialisation des cadres. لاحظتوا معايا الشكل ديالها كيفاش داير. هذا لوفغيي ا مثلا ممكن ياخذ الامر ديالو من عند سبيسياليست الاول، سبيسياليست الثاني، وسبيسياليست الثالث. يعني مثلا هنا مثلا سبيسياليست ديال الماركتينغ مثلا يقدر يمشي لو سالاري في السيرفيس ديال البرودكسيون يقول ليه مثلا ان الكليان راه بدا كيتشكى مثلا من لاكاليتي ديال البرودوي، حاولوا تحسنوا لاكاليتي ديال البرودوي ايتترا. اذا ولكن كل سبيسياليست راه كيتدخل في حدود سبيسياليتي ديالو.
Le problème, le problème de ce type d'organisation est que cela peut créer des conflits entre les ordres donnés par les spécialistes. Alors, il y a l'ouvrier qui a les ordres avec beaucoup de supérieurs hiérarchiques. Il y a un problème de confusion. Il y a un problème de confusion. Il y a un inconvénient de la structure. Je vais vous d'abord la structure hiérarchico-fonctionnelle. Mais l'isme est bien là. هيارشيكو فونكسيونيل كتجمع بين الهيارشي ومن بين الفونكسيونيل وكنسميوها ايضا ستاف اند لاين هاد لا ستركتور لو ريبروز سور لو برينسيپ ديال لونيسيتي دو كوموندمون البرينسيپ ديال الهيارشيك ديال الستركتور هيارشيك ولكن عندها واحد العنصر كيتدخل سميتو ليتا ماجور هاد ليتا ماجور كتعطي النصائح لا ديريكسيون جينيرال هاد النصائح كتعطي لي ماجور كتعطي النصائح ديالها لي ديريكسيون جينيرال وكتعطي النصائح ديال لي زوتر ديريكسيون مثلا ديريكسيون برودكسيون ديريكسيون دو ريسورس هيومان ديريكسيون كوميرس لان لا ديريكسيون جينيرال ميمكنش تفهم في جميع لي دومين ميمكنش تفهم في الفينانس ميمكنش تفهم في البرودكسيون في الكوميرسيال مثلا في الماركتينغ ايتترا اي دونك كنجيبو واحد لي كونساي اللي كنخلصوهم مثلا وكيعطونا نصائح هاد النصائح هما اللي كنخدموا بهم ولكن هاد لي طماجور هادو بيان لي كونسيي هادو كيفوتوا الصلاحيات ديالهم من حيث النصائح من حيث تقديم النصائح وكيوليو يعطيو الاوامر الشيء اللي كيخلق الكونفلي داخل الشركه نشوفوا دابا ستركتور ماتريسييل هاد ستركتور ماتريسييل دون سي ستركتور شاك فونكسيون بو سوكيبي دو بليزيور دومين يعني كل فونكسيون ممكن انها تهتم بمجموعه من لي دومين من لي بروجي Chaque salarié dépend simultanément de deux supérieurs hiérarchiques. Là, tu as la structure qui va se dire. Maintenant, la fabrication, le mise au diel, la fabrication, ممكن يهتم بالبروجي الاول مثلا افترضوا ان كاين البروجي الاول الشركه كتصوب السيارات البروجي الثاني كتصوب لي زورديناتور البروجي الثالث مثلا كتصوب الملابس مثلا لي فيتمون يعني هاد الريسبونسابل ديال فونكسيون فابريكاسيون يقدر يشرف على ثلاثه لي بروجي البروجي ديال السيارات ويشرف على البروجي ديال لي زورديناتور ويشرف كذلك على البروجي ديال الملابس اذا هذا وممكن ان العامل داخل واحد لاتوليو يتلقى الامر من الشيف ديال لاتوليو ايضا يتلقى الامر ديالو من الشيف ديال من الديريكسيون ديال الفونكسيون ديال فابريكاسيون باغ اكزومبل المشكل اللي كتخلق هذه عندنا مشكل ديال الكونفلي علاش لان كيكون غياب التنسيق مونك دو كوردينياسيون علاش عندنا لان عندنا دياليتي ديال الكوموندمون لان لو سالغي كياخذ الاوامر ديالو من عند لو شيف ديال لاتولي مثلا وكياخذ ايضا الامر ديالو من عند لو ريسبونسابل ديال الفابريكاسيون مثلا واخيرا عندنا ستركتور ديفيزيونيل هنا كنخدموا باغ ديفيزيون كل برودوي عنده واحد الاداره مصغره ديال كل برودوي عنده واحد الاداره مصغره il repose sur le principe ديال ديسنتراليزاسيون دي بوفوار ما يكونش كيكون عندي لا مركزيه في اتخاذ القرار ولا مركزيه في السلطه Dans cette structure, l'activité est découpée en sous-ensembles disposant d'une certaine autonomie appelée division. عندها واحد استقلاليه كل ديفيزيون كل سوزونسومبل عنده واحد استقلاليه لاحظتوا معايا عندنا ديريكسيون جينيرال ديريكسيون جينيرال عندها مثلا كاين لو برودوي ا ولو برودوي بي مثلا لو برودوي ا عنده اداره مصغره عنده الاداره ديال البرودكسيون عنده اداره ديال الماركتينغ وعنده اداره ديال الفينانس اذا كل برودوي وعنده اداره مصغره كتهتم به وهذا ممكن نلقاو حتى في او نيفو جيوغرافيك مثلا عندنا في المغرب مثلا كاينه شركه مثلا ممكن يكون عندها مثلا اداره خاصه بها في البرودكسيون ماركتينغ فينانس ونلقاو مثلا نفس الشركه كاينه في الجزائر عندها اداره خاصه بها من ناحيه البرودكسيون ماركتينغ فينانس وهكذا اذا كتشمل حتى لو نيفو جيوغرافيك كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه الفيديو هذه وكنضرب لكم موعد ان شاء الله بالنسبه لي زوتر شابيتر ان شاء الله في الفيديو الماجين ما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا جيم لا فيديو تبارطاجيو تلايكيو افيك فو كاماراد اي فو زامي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته